السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في احسن صحه واسعد حال. قبل كده اتكلمت عن، عملت فيديو عن المكسرات بصفه عامه. النهارده بقى ايه؟ احنا قلنا انهم كلهم متشابهين تقريبا، بس النهارده هذكر اخص بالذكر نوع واحد منهم محبوب جدا جدا عند الجميع. ايه هو؟ الفستق. هتكلم عن الفستق فقط اللي هو البيستاشيو، لان البيستاشيو ده يتميز عن غيره من المكسرات بحاجات معينة. احنا قلنا انه متشابهين جميعا، كلهم شبههم واحد، لكن هذا البيستاشيوز لبعض الصفات الاخرى التي تميزه عن غيره. ده بخلاف طبعا طعمه جميل جدا، وبخلاف لونه الاخضر والاصفر، ونعرف ليه فيما بعد لعلي افتكر اقول لكم. البيستاشيو او الفستق بيتميز، طبعا هو بناكله، الناس ممكن تاكله ني او مطبوخ يعني متحمص، والعلمكو هو تقريبا الوحيد او من المكسرات النادرة اللي بيتباع بقشره، يعني ما بيطلعش من قشرته، بيتنته في القشرة بتاعته وبيتباع، وده ليه سبب. جميع المكسرات لازم القشرة بتاعته بتتشال الاول وبعدين يتحمص، لكن ده بيتحمص وبقشرته بالغلافة بتاعته ويتباع كما هو، صح؟ فالفستق يتميز عن غيره من المكسرات بان في نسبة اكتر من المعادن. المعادن اللي موجودة في الفوسفورس، المعادن الموجودة في الفستق زي الفوسفور. الفوسفور من الحاجات اللي موجودة، وده طبعا الفوسفور معروف اهميته من ناحية ان هو بيخش في تركيب الادينوزين ترايفوسفيت الATP. الATP دوت ايه؟ هو مولد الطاقة في داخل الخلية. الATP ادينوزين ترايفوسفيت ده موجود في الخلية الميتوكوندريا، يعني لو فاكرين الخلايا فيها حتة كده اسمها ميتوكوندريا. هذه الميتوكوندريا بيبقى فيها حاجة اسمها ATP ادينوزين ترايفوسفيت، هي دي المسؤولة عن توليد الطاقة داخل الخلية. من المعادن الثانية البوتاسيوم، البوتاسيوم والزنك بنسبة أكتر. ويمكن شرحنا في الفيديو اللي فات أهمية البوتاسيوم كده باختصار وأهمية الزنك. نيجي الحاجة التانية الفيتامينات، برضو البستاشيوس فيها، الفستق فيها فيتامينات بنسبة أعلى، فيتامين كي وخصوصا جي واحد، وده مهم جدا في عملية النسف وتنظيم عملية النسف والتجلط في الجسم. وفيتامين بي، وفيتامين بي برضو مهم جدا عشان بيكون الدي ان ايه في الخلية والكرات الدم الحمراء والخلايا العصبية والالياف العصبية. وفي طبعا فيتامينات اخرى اكتر بنسبة اكتر زي فيتامين سي وفيتامين اي. وفيتامين اي ما ننساش دوره العظيم في صحة الجلد وحلاوة الجلد ونضرة الجلد، ولذلك في مكونات، في يعني حبوب كتيرة أو بتتباع اسمها فيتامين إيه، ويمكن كتير من الإخوة الأفاضل اللي سامعيني يعرفوا الكلام ده. طيب في إيه تاني؟ في ميزة إن هو برضو في نسبة أعلى من الدهون غير المشبعة ونسبة أقل من الدهون المشبعة. عادة المكسرات بصفة عامة بتبقى نسبة الدهون غير المشبعة أكتر من أو حدود 70% من نسبة من الدهون اللي موجودة، ودي مهمة جدا بقى ليه؟ لصحة الشرايين والقلب والحماية من أمراض زي الأزمة القلبية وضغط الدم والسكر. كل ده الدهون غير المشبعة بتلعب دور مهم عشانها، لأن هي بتكون الكوليسترول الجيد اللي هو الـ HDL، وبتقلل من تكون الكوليسترول النوع الثاني اللي هو الـ LDL. وبرضو البروتينات في نسبة عالية من الأمينو أسيد، الأمينو أسيد الإسينشال أمينو أسيد اللي هي البروتينات اللي بتدخل، اللي هي الأمينو أسيد دي عبارة عن اللبن الأساسي اللي بتكون البروتين. وكلنا عارفين أهمية البروتين في تكوين الأنسجة بصفة عامة والعضلات، وبيدخل في كل البروتينات، بتدخل الأمينو أسيد زيت بتدخل في كل الهرمونات وفي كل الإيه الإنزيمات. وبرضو في الألياف زيه زي بقية المكسرات، ويتميز برضو بأن كمية الكربوهيدرات اللي فيه أقل
من غيره، وبالتالي ما بنخافش من ان احنا ناكل كتير من البيستاشيوس لو الواحد عنده سكر او عامل حمية. الحاجة التانية برضو في نسبة عالية من مضادات الاكسدة، ولو انا قلت قبل كده البيستاشيوس بيتميز ان لونه اخضر، بيبقى اخضر لاصفر، وده نتيجة ايه؟ وجود الكاروتينويدز والكلوروفيل، ودول الاثنين دول بيدوا هذا اللون الاخضر والاصفر اللي انتوا بتشوفوه اللي بتشوفوه في الفستق، وهما من الانتي اوكسيدنت، مضادات الاكسده الهامه جدا جدا، واللي بتلعب دور حيوي جدا جدا في الحمايه من الامراض بصفه عامه وفي الحمايه من السرطان بصفه خاصه. فكده ده عن البيستاشيوز، ولذلك هو بيتميز عن غيره. يمكن في سياق الكلام قلت لكم هو بيتباع بالقشره بتاعته، وايه السر بقى ان هو بيتباع بالقشره بتاعته؟ انه اساسا كل المكسرات، كل المكسرات تقريبا بتبقى موجوده داخل قشره صلبه، ولا يمكن تتحمص الا لما بتمر بمعالجه لهذه القشره ويتشال من القشره بتاعته. بعكس الفوست، الفوست هو الوحيد لما بينزل من على الشجره بتاعته لما بينضج بتبقى القشرة بتاعته مفتوحة مكسورة كده فيها شق، الشق ده بيسمح بإن الفستق يتحمص ويتطبخ من غير ما يتشال القشرة، وده السر إن هو دايما بيجي بيتباع في السوق طبعا بالقشرة بتاعته. طبعا ممكن وممكن يتباع من غير قشرة، بس لو من غير قشرة بيبقى أغلى طبعا من اللي بقشرته، والقشرة بقى يعني بتدي متعة شوية تشيلها وكده. إيه فكرة سريعة عن الفستق، ومرة تانية هعمل فيديو تاني عن البيناتس السوداني، الفول السوداني، لأن الفول السوداني ده عجوبة يعني، ما كناش نعرف زمان وإحنا صغيرين وإحنا دايما ناكل فول سوداني. مرة تانية هعمل فيديو عن الفول السوداني، وفي نهاية الفيديو برضو بوصيكم اللي ما اشتركش في القناة يشترك عشان تجيله الفيديوهات أول بأول، وتعملوا لايك للفيديو لو سمحتم، وتنشروه لأصحابكم لعل وعسى بعض الناس تستفيد منه. وأشكركم جزيلا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.